مبارك بن لادن البريطاني العربي، ربما ليس بشهرة رحالة آخرين أحبوا هذه البلاد وأخذوا منها بعضاً من الاسم. ويلفورد باتريك ذا سيجر، الرحالة البريطاني الذي عاش بين عامي 1910 و 2003 وعبر الربع الخالي مرتين ما بين عامي 1945 و 1950. سافر إلى اليمن والسعودية وعمان والعراق والإمارات التي أخذ منها اسمه بارك بن لادن، واشتهر فيه منحه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وساما تقديريا لجهوده الثمينة في اكتشاف المناطق العربية عندما زار مرافقيه القدامى في مدينة أبوظبي عام 1990. ويلفورد أو مبارك أرسل بمهمة خاصة إلى سوريا واستأنف دراسة اللغة العربية في دمشق، وبهذه اللغة تمكن من فتح مجاهل وعوالم واكتشاف أسرار وكنوز بلاد كانت غامضة بالنسبة للغرب. اشتهر بكتابين هما رمال عربية وعرب الأهوار، يروي بهما رحلاته في الربع الخالي وأسفاره التي اقتادته إلى العراق وصولاً إلى أقاصي الشرق. عاد إلى إنجلترا وحصل على لقب فارس عام 1995. ويلفورد الذي التقط صوراً كثيرة خلال أسفاره فاقت 25,000 صورة، يعرض متحف بيت ريفرز أوكسفورد اليوم بعضها، ويستمر في جامعات العالم البحث فيما كتب عن بلاد العرب من خلال اسمه الذي منحته إياه صحارى الإمارات، وهو مبارك بن لادن البريطاني العربي.